مثل ما انتم عارفين انا مسافر انا ونشيط صح؟ اي نشيط تمام؟ بس فجأة 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 والله من ورا العمود بيطب علي مين؟ كيف جيت انت؟ هم هذا الشاب اتفق معي يعني اخر شيء توصل اتفقنا انه هو مش مسافر تمام؟ فجأة لقيته ما اتفق معي ما حكى معي ما قال لي شيء. والله انت يا انت مش كفو، انت عديت مرحله الكفاوي يعني. قلت له تعال، قال لي لا برو، وكنسل الموضوع وخلص ما حكينا فيه. فجأة لقيته معي بالطيارة. كيف اجى هذا؟ كيف اجى جماعة؟ هاي مش طيارة، هذا برج، برج طائر ما شاء الله، أحلى طيارة يعني في الحياة لهلا بجربها صراحة، كثير حلو الطيارة، كثير مريحة. يلا ادعوا لنا نوصل بالتوفيق، نوصل هلا. حصوركم كمان كم سنابي يعني، بس حأوصل بعد 17 ساعة يعني، بكرة إن شاء الله، بكرة بالليل بوصل، بكرة الفجر، بكرة الظهر بوصل. والله ما اعرف امتى بوصل، بس بوصل. المهم كلا بالعاده بتكون يعني ساره جنبي يا يعني، وانت ما بيكون جنبك حدا. فمين الغلط هون؟ الغلط لان ساره ما جت فيها. انا لون ساره ما لوني، انا ما لي خص بالموضوع يعني، كله من ورا الفيزا يعني. انا كنت مسافر، انت اللي كله من ورا الفيزا. ساره المفروض غيابه يعني محسوره. ايه المفروض والله تكون هون يعني، بس للاسف بلا كل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله. إن شاء الله يعني المرات الجاية، المرة الجاية أنا أكون هناك وسارة تكون هناك. لا أنت بتكون مع خطيبتك وراء وأنا أكون مع مرتي. إذا عرفتوها وبين هي وهاي بعيد الستة بعيد الشر. نشيط أشوف خاطب يكون حلم. يا جماعة سو ثائر أول ما طلعنا على الطيارة عمل حركة حيوان تمام. شو عمل؟ إجا رش علي مي، نقطة مي بسيطة يعني، ولا بينحكى فيها يعني، والوعد بالغلط مكيف نقط مي يعني عادي، بس إنه فكرة إنه حسب علي مقلب بدايات. ف عم دور عليه، عم شايف بالفيديوهات، لقيت رقم الكرسي تبعه تمام. فهلا يروح لعنده بدي احط كريم مرطب على راسه، مش كريم مرطب، هو كريم يعني بينحط لليدين جوا اصلا بالضبط، استنوا اشوف شو اسمه، بينحط على الشفايف، بدي ادهن له راسه فيها لو نايم. ادعوا لي لاقيه انا نايم عشان ادهن له راسه. مغطي كامل، مغطي حاله كله، شوفوا. ايوه هلا ارتاح ضميري، هلا بنام وانا مرتاح. بس هلا في شيء غريب، انا ما تاكدت انه هاد ثائر يعني، ما شفت راسه، انت ما شفت صلاح، هو مغطى كامل، بس اعتمدت على البطلون انه مكتوب ايطاليا، فمعقول يكون واحد بالطياره لابس نفس البطلون.